طلع جميل جدا، وطبعا نتمنى ان العدد يزيد، ونسال الله كده ان شويه شويه يجي ناس ويزيد العدد، لان هو الهدف الاساسي في القعده ان احنا بس نشوف بعض. يعني الواحد بيشوف حضور من زمان، من سنين ما شافهاش. فيعني احنا في بيت مقاره، فنبدا يعني القعده بالنقيض كده اللي رحب بينا، وبعدين نكمل عددنا مع بعض. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا ده بيت بيتكم، انا مش هرحب في بيتكم، ولكن ده يعني انتوا اللي ترحبوا بينا. النقابه بتسعى باللقاءات الاجتماعيه بتكون على راس اولوياتنا، بتبقى حتى لما خفيف، يعني بنسيبنا شويه من الاعتداء على المستشفيات والكادر والتكدير والحاجات دي كلها، ونتكلم في حاجه يعني لقاءات اجتماعيه بتبقى لها واقع لطيف وظريف. وعلى راس اللقاءات الاجتماعيه او النشاط الاجتماعي، النشاط اللي هو زي النهارده احنا بنسميه لم الشمل. لم الشمل ده بيجمع الاطباء مع بعض. انا باسم مجلس النقابه انا يعني احيي مثل هذه اللقاءات، ويعني ندعو الى لقاءات اخرى ونشاطات اخرى مشابهه، وده بتكون من ضمن نجاحات مجلس النقابة. يمكن انا النهارده بقى من وجهه نظر ان انا الدفعه دي انا يعني تابع ليها واتشرف ان انا كنت تابع ليها. انا يمكن يعني اهنئ الدكتور وهبي البوئي الزعيم، مش اسمه الزعيم، الدكتور الزعيم. فهو الدكتور وهبي البوئي هو عنده النهارده مناسبه طيبه، شركه ابنه، فيعني ان شاء الله ربنا يتمم لهم بخير. ايضا دكتور رجب حامد عبد المعطي فليفل، انا يعني بقول ان ربنا يعني يتم شفاه، هو في اسكندريه ويسالكم جميعا الدعاء، هو يعني بيعاني من بعض المشاكل الصحيه البسيطه، وربنا رب يتم شفاه ان شاء الله. يوم زي ده لازم ان احنا نتذكر زملائنا اللي هم كانوا بينا، ويعني ما زلنا حتى الان ذكراهم معانا. بنتذكر الدكتور عادل حدايه الله يرحمه، بنتذكر الدكتور محمد شريف علي الخولي الله يرحمه، بنتذكر الدكتور محمد نجيب الغزاوي الله يرحمه. وبنقول يعني الايام بتجري، يعني مين كان يعني يتخيل ان ده اللقاء الاول لينا منظم بتنظمه النقابه بعد قد ايه يا دكتور نبيل؟ بعد 36 سنه؟ بعد 36 سنه. في هنا ناس نعرفهم من اكثر من نص قرن، مش كده يا دكتور نبيل؟ من نص قرن. فدي يعني امسك الخشب، خدت بالك؟ فيعني انا برحب بكم مره ثانيه. انا المفروض ان انا اسمع منكم، اتمتع بان انا اشوفكم، سعيد جدا بان انا اكون وسطكم النهارده. بنقول ان دي تكون بدايه للقاءات جايه ان شاء الله. لازم نتواصل زي ما بيقول الدكتور نبيل، هنكتب اسمنا، هنكتب تليفوناتنا، هنتواصل وان شاء الله نتواصل في مناسبات طيبه. شكرا لكم. هو طبعا اللقاء ده احنا عايزينه يعني تبقى قعده وديه كده، ما فيهاش رسميات ولا حاجه يعني، وعايزين برضه نتعرف على بعض اكتر، نستفيد من بعض اكتر، لان للاسف يعني احنا كلنا بقينا عواجيز، انتوا طبعا لا. طبعا الناس الشيوخ دول بتؤخذ منهم الحكمه. فاحنا هندي مثلا الميكروفون كده لكل واحد منا يبدا يعرفنا برضه باسمه، ويقول لنا يعني بعد احنا كلنا كنا مع بعض لحد ما اتخرجنا، كنا في الامن سوا يعني. يقول لنا بعد ما اتخرج راح فين وعمل ايه وحصل على ايه وطريقه، يعني يحكي لنا قصه مختصره كده. وبرضه يقول لنا مثلا اهم حدث لها في حياته، وفي الاخر يعني يلخص لنا ال 60 سنه او اللي قرب على 60 سنه دول في جمله كده اكتبوها، يعني درس ناخدوه عشان نجمعه في الاخر مجموعة عبر كده ودروس منا كلنا،
واللقاء ده مفتوح لاي اقتراح لاي اي حاجه، ما فيهوش اي رسميات ولا في اي مقدمه. السلام طريفة يعني بمناسبة الراجل ده. أحمد شاهد طبعا كان له أسلوب معين في الإدارة.
اللي هو يقول لك ما تروحش لغاية المشاكل، سيب المشكلة لغاية ما تيجي عندك. اوعك تروح، هتروح انت هتبوظها هتكبرها. طبعا الحياة قصيرة، احنا متخرجين لسه اول امبارح، بقينا 6 سنة طلعنا معاشة وزميل في امبارح. يعني الحمد لله. نعم. احنا عايزين كل واحد يعني ياخد الموضوع ويتكلم.
حاجه نفسيه. انا الاداري بتاع المستشفى عايزين يعني يقول لنا هو اتخرج راح فين اشتغل فين جاب عياله ايه عياله بقى فين بقى جد ولا لسه هنتحرك معاش ولا ما نحرش مواقف حياته يعني عايزين كده الواحد يقول لنا نعم خلص يعني كل واحد كده خلص ده واحنا بعدين مش حتى بنشيل هو عنده بيخلصها على طول خد كامل بقى قول لنا Thank you.
خلاص الدنيا خلاص طبعا. مسالك يا باشا مسالك كده عايز حاجه مسالك اتفضل يا دكتور. كلمتين حلوين بس بلاش بلاش يعني عاد حكاية ان اتجوزتي وفقت الكمالي وحاجات عادي يعني عاد النقطه دي. دكتور انيس شلبي دفعت 77 كل العيون بصة بحفظ 77
انا خدت من النساء ولا ده فارس معايا من النساء